فأنت ذكرت التلمود الأورشليمي والتلمود البابلي، تفضل كمل أخ مكرم. نعم، حقيقي مثل ما تفضلت إنه هدول هاي الكتابات كلها يعني كانت عظيمة جدا وفيها أفكار وفيها فلسفة، لكن بيحضرني الآية اللي كتبت على الفريسيين والناموسيين في إنجيل لوقا، إنهن هن رفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم، وهن بدهن كل شيء ولكن ما بدهن يأخذوا الخلاص. وللأسف وبتأمل إنه المشاهدين ما يروحوا بس لفكرة الفلسفة والمعلومة، وإنما يضمنوا خلاصهم الأبدي أول شيء. ما بعد هاي الكتابات طبعا في عنا كتابات يهودية أكثر هيك يعني مقبولة أو مستساغة للأذن اليهودية، وهي مجموعة بسميها المدراش، وهي مجموعة عظات وأمثال، يعني بيأخذ الكتاب المقدس كأسفار، يعني هون رجع كأسفار، فبيمسك بقول مثلا مدراش أستير مثلا عن سفر أستير شرح ليلى، وبيتأملوا فيه بيعلقوا بيفحصوا ويستخدموا القصة أو المثال. والمدراش أو المدراشيم اللي هم يعني كمية الكتابات اللي اسمها المدراش تقسم لقسمين، القسم الأول أكثر عن الشرائع والوصايا والأشياء المهمة للإنسان وللجمهور اليهودي ككل، وهي تسمى مدراش، يعني مدراش زي كلمة درس، يعني مدرسة هلخة، مدراش هلخة يعني درس الشريعة. ولكن من بعدها كمان بعد حوالي 200 سنة بدأت تظهر مجموعة أخرى بسموها مدراش أجدة، اللي هي قصصية أكثر، تجميع الأخبار روايات وأحاديث، وفيها قصص وأشياء جميلة لكن ما بتلزم قانونيا اليوم. طبعا من بعدها في هاي الفترة تقريبا حوالي 400-500 قبل الميلاد بديت تكتب بشكل سري أو شبه سري، اللي برضو المشاهد بقدر يشوفها كمان، تولدوت ييشو، اللي هي مجموعة كتابات أدبية، أدب يهودي شعبي فولكلور، وصارت تحكي عن الرب يسوع، ولكن عشان تقدر إنها هي يعني تفرجي المنظار أو المنظور اليهودي، عملوا خلقوا قصة جديدة مشوهة لحياة الرب يسوع وفرجة دوافعهم الدينية وأسلوب المهاجمة، هناك كان شرس جدا، لكن بالفعل يعني بالمختصر أن عملوا قصة يهودية اللي بنسميها احنا في الـ في الـ في الـ باللغة العلمية كاونتر هيستوري، يعني تاريخ مضاد، بنوا عملوا تاريخ كامل لحياة المسيح، حتى يعني شوف المسيحية قديش عم بيكتروا، في ناس عم بيأمنوا، احنا اليهودي قلال، فاحنا بدنا نشوه صورة كأنه زعيم المسيحي، ولا سيما المسيحية كانت منتشرة في كل أنحاء يعني الإمبراطورية البيزنطية في تلك الأيام في كل مكان، وعاوزين يشوهوا نفس الشيء هوية وشخصية يسوع المسيح.